مفصلياً يبقى 7 أيار 2005 بين مرحلتين، وكأن الزمن توقف في ذلك اليوم مستعيداً حقبة النضال والعنفوان والصمود حتى التحرير، ومستشرفاً تاريخاً قادماً لن تكون تفاصيله سهلة بل أقصى ربما من جبهات المدافع، هو تاريخ حرب التحرر. المعركة هنا قاسية، لا بل من أقصى المعارك. نزداد يقيناً أن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه. 7 أشهر تختصر مسار مرحلتين، بقي رجلهما نفسه ولم تختلف إلا بزته، وبقي هو نفسه كابوسا لكثيرين واجهوه عسكريا ولم يهادنه في السياسة. منذ تشرين الأول 2019 أزمات متتالية تعصف بلبنان، في جزء من مشهدها شارع مطالب محقة، وفي جزء آخر كلام حقد ودعوات إسقاط، وكأنه 13 تشرين التسعين من دون تحليق سوخوي أو قصف صواريخها، فالخارج هذه المرة ترك أدوات الداخل في الواجهة. الرجل الذي أراد لعهده أن يكون شراكة الأقوياء في بناء الوطن وجد نفسه هدفاً للشريك المفترض، مد اليد وجسر الثقة فقبل طعناً. استقال سعد الحريري ووجد الحل في الهروب في أدق ظرف مالي ونقدي اقتصادي. في وجه الرئيس عون رميت كل الأزمة وعلى عاتقه ألقيت مسؤولية لم يتهرب منها، فحمل مرة جديدة كرة النار هي نفسها حملها ليكسر محاصرة تحالف رباعي له، فكانت تسونامي الذي أمن درع لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي في حرب تموز تماماً كما واجه نار الاحتلال دفاعاً عن الاستقلال عام 89. كرة النار هذه المرة كانت في حقوق الناس ولقمة عيشها، وأكثر في مصير اقتصاد وطن ونظام اقتصادي أثبتت عقود ما بعد الحرب اللبنانية فشلها في تأمين انطلاقته حتى. لم يهرب الرئيس عون من المسؤولية، هو نفس الرجل بنفس النفس والصبر والتصميم خاض معركة اتهامات جديدة، فتمسك بصلاحيات الرئاسة الأولى واتفاق الطائف، وضع لبنان على سكة سياسية سليمة بحكومة مقتدرة لم تشبه سابقاتها، ليخوض معها معركة وضع لبنان على السكة الاقتصادية السليمة. وعلى رغم الهجمات السياسية لا مكان للخصومة في إنقاذ البلد وتنفيذ الخطة الاقتصادية. أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية، فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة. ليس الاتحاد مجرد عنوان، فما يطلبه الرئيس عون اليوم هو في صلب إيمانه. بالتفاهم كتب تاريخ 6 شباط 2006، وبالتفاهم أيضاً مد اليد لشركاء الوطن الآخرين من دون تسويات على الثوابت والمبادئ. هكذا أيضاً لم يساوم يوم كان جنرالاً في بيت الشعب، ولم يحفر 7 أيار في الذاكرة اللبنانية قبل انسحاب السوري كما قال دائماً. لم يفرط بلبنان الأمان الاحتلال، وهو متمسك بالأمانة في وجه مشاريع توطين لاجئين ونازحين. وهذا ما رفضه لبنان بشكل قاطع، وهو اليوم يدفع ثمن هذا الرفض. منذ 7 أشهر يستعيد اللبنانيون مشهد حصار فرض عليهم في العام 88، أموالهم ممنوعة عنهم اليوم وهكذا كانت، والتاريخ يشهد على تحذير العماد عون يومها لحاكم مصر في لبنان أنذاك إدمون عين للابتعاد عن السياسة وتطبيق قانون النقد والتسليف والتشدد في مراقبة المصارف. من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور. في تاريخ الرجل سجل حافل بالتضحيات لا التنازلات، لا في الحقوق تحقيقاً للشراكة الميثاقية بين محطات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا في الثوابت الوطنية، وبالتأكيد لا تنازلات سيادية لا عن حدود برية أو بحرية، ولا عن ثروات غازية أو نفطية أو مائية. وديعة لحاضر أجيالنا ومستقبلها، وسنحميها بما أوتينا من صلابة ومنعة وقوة. مصمم الرئيس عون إذن على نهوض لبنان كما في السياسة كذلك في المال والاقتصاد. وحده ما يربط الرئيس عون بلبنان يفسر 7 أيار 2005، عودة لن تكتمل أهدافها إلا بشراكة مواطنية تضغط لإقفال مزاريب الهدر ومكافحة فساد بدأه الرئيس عون منذ توليه الرئاسة بإحالة عشرات الملفات، ويبقى لقضاء مطلوب نزيها وشفافا أن يحسم فيها. حسم 7 أيار 2005 بين يأس لم يقتل النضال وأمل حمل حلم الوطن. يستطيع العالم أن يسحقني ولا يأخذ توقيعي، هكذا واجه العماد عون العالم قائدا للجيش، والعالم لم يسحق ولم يأخذ توقيعه، وهكذا يواجهه اليوم رئيسا لا مكان للخارج داخل حدود لبنان، بل لا مكان إلا للبنان. بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون للعيش معا، فلا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض، لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق.